إذا رانا متواجدين في محل الشيف حمويتي بمسعد. نشوفوا الآن الأخ حمويتي، الشيف حمويتي كما نشوفوا هنايا للأكلات الشعبية. الأكلات الشعبية راح نعرفوا واش هي الأكلات الشعبية بداية. وهنا حمويتي راه يحضر، ماناش عارفين شنو يحضر. رانا جينا دروك كما رانا نشوفوا هنايا راه يحضر، دروك نعرفوا واش راه يحضر. شو الاحوال الشيف حمودي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سي بلال، المتفرجين مرحبا بكم. الله يعوضك ان شاء الله. شنو الان راك نشوف فيك راك تحضر، وشنو اللي راك تحضر فيها اليوم؟ زبيدي ودبارة، دبارة على الناس. دبارة تجي الصباح. اي الصباح هي متوفره حتى العشرة تاع الليل. كما اليوم قضى بك الله يبارك. الله يبارك. امين. صح. ومن وجهي من الاغلبيه 90% في الليل نخدم الزفيتي اكثر من الدبار. اكثر من الدبار. لانه الناس ياكلوا الزفيتي في الليل اكثر من الدبار. قصروا عليه. قصروا. رايحين نشوفوا دوك الان، نشوفوا كيفاش تحضر هذه، يحكي لنا حمويتي كيفاش تحضر هذه الاكله هذه. هذه الاكله تاع الزفيتي. ايه. نخدموه الزفيتي اكله فرع على انواع طماطيش الفلفل حوايج كيما نذكر رانا نشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوها. تجي مع الكسرة وليها الحرام. الكسرة كي نقولوا الكسرة، الكسرة واش نوع الكسرة؟ فطير ولا واش كيفاه الكسرة؟ الكسرة هذه كيما احنا عندنا في منطقة مدينة مسعد. ولاية مسعد. ولاية مسعد المنتدبة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعجلها ان شاء الله فال لكل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله. والجيل الجديد هذا ان شاء الله. ان شاء الله. كما تعبوا الاولين يريحوا التوالى ان شاء الله. ان شاء الله يريحوا التوالى. ان شاء الله. راه كل مكتوب وبكل عاطي ربي. ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لهم كاع الفرحه ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى للشبيبه كاع الافكار هذه الجديده، اي مشروع ديروا يمشي. ان شاء الله يا رب. تتطلب على الشخص اللي يخدم. الإرادة بقى. الإرادة تعود قوية وخلاص. الإرادة تعود قوية قوية تخدم خيرا. قلت لي الخبز وش معاه الخبز؟ كسرة. كسرة. فطير. فطير. أي الفطير معروف عالميا كاع. أكل بلاصة كيف يقولوا الاسم تاعه. الاسم تاعه وين؟ نطيبوه ونقطعوه. صح. أي وش معاه وش يديروا معاه؟ يديروا معاه كيما الطماطيش كيما الفلفل. هي نوريهم لك. أي. بسم الله. بسم الله. بسم الله يا رب. الأولى إن شاء الله يفتح يرزق. بسم الله. عندنا كسرة. هذه الكسرة. هذه كسرة خاصة بأكلة الزفيت. أي. هذه هنا كسرة خاصة بأكلة الزفيت كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنا. هذه دروك الكسرة هذه شوفوا هذه الكسرة خاصة بأكلة الزفير. كما الكسرة ليها الاحترام أكثر من كلش. ليها؟ ليها الاحترام. صح. أكثر من كلش. نعمة ربي سبحانه وتعالى. خاطرش هذه الكسرة على حد شكل معناها تجي في معون نقي وزين. زين. كي تشتي روحك تشتي الناس. خاصة كيعود كيعود المعون تقليدي. أي. تقليدي. أنا نمشي في حوايج تاع بك. واش نقولوا له ذاك يسموه شو يسموه؟ النحاس. النحاس تاع مخدوم بالنحاس. أي بالنحاس. دوم بالنحاس. نخدموه بالنحاس. بالنحاس. بسم الله. صح. مطلوب من تم من والله المشكلة. بسم الله على بركة ربي. هذه كسرة حنية
هذه الخبز اي هذا يعني كسر الخاصه باكله الزفيت. اي الزفيت اي صح. بسم الله بسم الله يا ربي على بالك. عندنا طماطيش صح. هذه الطماطيش اي عندنا كيما هاك الفلفل. الفلفل الحار. الفلفل الحار. نشتي نقول الحاجة الوحيدة نشتي نضحك ونشتي الفلفل. الفلفل الحار. إيه. صح. أنا نشتي ديجو ذاكرو بعضاتي. الفلفل هذي ساعه كيقول واحد حار. إيه. هذاك نزود لو كي ياكل 10 من هذي ما يهمنيش. ولي ما يشتيش الحار. هذا الفلفل. معناها لازم الزفيطي لازم يعود حار. لا ما كانش حار ماهوش زفيطي. مو زفيطي. ماهوش زفيطي كاع. اي صح. إذا الطماطيش، الفلفل الحار، والخبز. هذه النوعية من الخبز. عندنا الفلفل. الفلفل الآخر، هذا فلفل واحد آخر. يا ماما. فلفل هاك وفلفل. يقولوا فلفل الأحمر. فلفل الأحمر. كاين اللي يقولوا كل واحد وبلاصة يسميه. احنا عندنا نقولوا خرشوش الأرنب. خرشوش. خرشوش الارنب. الارنب. اي. هو هو الفلفل الاحمر، اللون تاعو احمر. اي خاطرش زين ياسر. حار نزه مش زين ياسر. حار ياسر، وها دواء. حار. اي دواء زين، اصلا دواء. الفلفل الاحمر راه دواء. دواء. اي خاطرش ما تاكلوش، الذر مستحيل ما تاكلوش، لازم تاكل. هذا الفلفل الاحمر كذلك. فلفل اخضر وفلفل احمر. عندنا زيت الزيتون. زيت الزيتون. كل واحد وكيما يحب يدير. كاين انواع فيه. على حسب. الاكثريه يشتوا درك زيت الزيتون، الاكثريه يستعملوا زيت الزيتون. يستعملوا زيت الزيتون بقوه كبيره، خاطرش لو كان ما ديروش زيت الزيتون راك رايح تحرق. ايوه. معناها. رايح تحرق. ينقص له هو. زيت الزيتون خاطرش كل ما يعود حار. كعود حار ياسر دير الزيت. الزيت ينقص. الزيت يقول ينقص الزيت حتى بيبقى حار معليش ما يضرش. يعود ضر المعده. اي. يقول له هذا. صح. اذا الزيت كذلك زيت الزيتون. زيت الزيتون. عندنا من هذا. هذا المعدنوس. اي المعدنوس كاين اللي يقولوا حشاوش كل واحد شو يقول. هو نعرفوا حنايا بالمعدنوس، حنا نعرفوه بالمعدنوس. اي. المعدنوس. ثوم. الثوم. نعم الثوم وكذلك الثوم مفيد للجسم. عندنا الفلفل الاحمر هذا خافوش. الفلفل الاحمر ثاني حاجه. انا ما درتش الحروف عم نريحش والناس تشتي الحروف. عندنا هذا الفلفل طبيعه الناس. الناس طبيعه الناس لازم يعود حار. اي ها. وهذا الفلفل الاحمر. اي كل واحد حار يابس. اي يابس. هذا يابس. اي. اي. يسلم عليك يسلم عليك الاخ فرحات الزوين ويقول لك ربي يبارك فيكم على هذا اللقاء. الشيف حميتي يحاول ان يضع بصمه لمسعد ولاهلها في استقطاب الضياف الزائرين لولايه مسعد بالاكلات الشعبيه الطيبه التي ينجزها في محله. بارك الله فيه. فيك بركه ان شاء الله. ربي يحفظه ان شاء الله. إذا تتطلب عدة مواد. الزفيطي مأكلة الزفيطي تتطلب عدة مواد. كاين البسباس يعطي له بنة.
البسباس البسباس يعطيو في البناء. كاين الراس حانوت كاين يستعملو كاين ما يستعملوش، كل واحد حر وعلى حساب الخدمه تاعك. قادر تاخذ موزين كي مش عابه تخدم الناس تجيك، وقادر تاخذ كلش مخير، وممكن ما ممكن ما ما البنا ما تعود الزين. البنا راه تابعتها راحت البال. هذا خاطئ. اذا البسباس وراس الحانوت. الملح الملح مادة الملح هاي ضرورية. ينقص نقص كلش. إذا راح الملح يروح تروح ل إن شاء الله. بسم الله. إذا هذه دروك نعاود دروك الخبز. هذه كسرة. هذه كسرة كسرة. والله مرة ما سمعناش الكسرة. كسرة. عندنا المعدنوس. هذا المعدنوس. وعندنا الفلفل الأحمر اليابس. عندنا الطماطيش طماطم، عندنا الفلفل الاخضر حار، وعندنا فلفل احمر حار، وعندنا زيت الزيتون، وعندنا الثوم والبسباس وراس الحانوت والملح. كاين اللي يحب يدير راس الحانوت يبان زين. ايه هذه هذه ممكن مش مصنوعه، هذه مش مصنوعه. اي كاين يديرها كاين ما يديرهاش. كمال كمال الاخ كمال العايب يقول السلام عليكم. كمال العايب الشيخ سلام الشيخ وتحياتي للسي حميتي، يقول له ما تنساش شريت عليك مهيريس الضرك بنتو في فمي. حفظك الله ورعاك. شكرا للاخ كمال العايب، ربي يعاونك ان شاء الله. اذا نبدا بسم الله. نبدا بها الاولى. هي اول حاجه نغسل نغسلو تغسل هذا الحوايج تغسلهم لازم. النظافه لازم صح. اي حاجه تاع ماكله اي تاع ماكله اللي جايك راه ثايق فيك ثايق فيك صح. يعني لازم تخدم خدمه وهذا الصح. اي هذا الصح هذا الصح. حق اللي كاتبه تلحق لا نخدم خدمه زين. هذه لازم صح. نبداو ب يحضر معنا كذلك المايسترو بدر الدين. بدر الدين راه معنا ثاني، كنا نسقسوه اذا ونسقسوهم بعد يكي. بسم الله. اذا الشيف حميتي يبدا بغسل هذا المواد هذه الطماطم اللي يتم الطماطم غسل الطماطم باش هنا بتعود هناك ثقة. لازم الامور هذه تعود غسل الطماطم ثم غسل الفلفل غسل الفلفل غسل الفلفل حاضر يطلب وادياس صلى الله عليه وسلم. إذا معنا مدام معنا الشيف كذلك الأخ بدر الدين بدر الدين العايب ربي يحفظه ان شاء الله. صاحب اللمسات السحريه في الصناعه التقليديه واللي من الذين يحافظون على هذه التقليد نتاعنا التراث والتقليد نتاعنا الارث الجميل في الصناعات التقليديه. اليوم رانا عند الشيف حميتي رانا في تحضير اكله الزفيتي. كيفاش تحضر وشنو الحوايج اللي يستعملها وكيفاش طريقه التحضير نتاعها؟ الله يبارك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكرك سي بلال الحاج بلال، نشكرك على التنوير هذايا ونشكر كل المتتابعين تاع صفحه بلال. ونعاود نجدد لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم رانا عند حميتي يا خويا. حميتي كل ما نجوع عقبين عليه تشبه ذلك الريحه. هذيك الريحه يا خويا كتبنا بها الله يبارك، وعنده لمسه خاصه يستقطب 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 عنده لمسه خاصه في الطياب. الحاجه اللي عجبتني انه كيعود اي انسان تلقى في الحرفه نتاعو ولا في المهنه نتاعو ولا كذا وتلقاه حبها من القلب تلقاه يخرج فعلا تلقاه يخرج. حتى البنا الله يبارك، الطريقه نتاع التحضير، الخيمه الله يبارك،
فتح البيبان اللي عنده ياكل اللي عنده ما ياكلش وربي يعظه. وحنا ان شاء الله نتمنوا له ان شاء الله كل التوفيق ونقول له بارك الله فيك في البث المباشر هذا يقول بارك الله فيك يعطيك الصحه. وهذه هي والمعدنوس هاك نشوفوا. صمت عليا في جبل هاي صمت عليا قال لي ترجع اقدر صح. وجاوني ديك النهار الجماعه من بحبح ومن جبل تاع الاكلات التقليديه قال هذه قال لي دبرتك وكار في جبل عاود ارجع بلاصه زينه. قلت الحمد لله زاد تاع بحبح قال لي في الشارف في الشارف قال لي في حمام الشارف كاينه بلاصه يا نخدم نهار هذا قال لي اسمعوا قال متعاودوها والو هذا لازم هنا مسعد مسعد هنا ما يخرجش منها الشيش يخرج الحمد لله الحمد لله يا ربي. الاخضر 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 بن قال لك والاجمل من ذلك بسمه الشيف حميتي ربي يبارك فيك وقول له خاصه هذو الايام قدر الحور عليا البنود عليا ان شاء الله. شي بلا ثاني دقيقه عندنا ثاني دوك كي يجي واحد انني رحت جلفه رحت لقوط رحت مشيت ونشتيت تقعد مع العائله تاعك الحمد لله الريستورات كاينين فيهم كل خير حيت حنا عندنا الحمد لله درنا جهه كي يجي واحد ما عنده شوي عندنا جهه تاع عائله صح صح الحمد لله يا ربي خاطرش هنا يجيو لابوست يجيو البنك يجيو البلديه يخدموا ولا خبزه ما يلقاوش وين والحمد لله يا ربي فرحوا كي لقاو هذه عشان وشو عندي الحمد لله يا ربي اي واحد من كل بلاصه يجي يريح هذا التشجيع والتشجيع راه يجي لازم من طرف الناس كامله والتشجيع ثانية كاين واحد الامر اللي نعتبر عليه من طرف وزاره السياحه والصناعه التقليديه ثاني راه تشجع في امور كما هذه مؤخرا نتمناهم ان شاء الله يشوفوا في الفئه لانه الاغلبيه تاع طرق الاهتمام تاعهم الاغلبيه راه في فنادق وفي امور وفي كذا ولكن كي نعودوا في قال دي صوب جهه الفنادق وحدها ما تكفيش لانه التكمله تاعها لاباس تاعها هي الصناعه التقليديه ولا حتى الاكلات التقليديه وخاصه عندما نعود الى التراث التقليدي نتاع المنطقه لازم نحيي التراث نتاع المنطقه هنايا وخاصه عندما نتكلم عن منطقه ولاد نايل مش ليس بالسهل ان نمر عليها مرور الكرام لانها يعني منطقه عريقه واهلها معروفين بالكثير من الحوايج اللي معروفين بها ولاد نايل. ممكن الاخ بدر الدين كملت نواصلوا تفضل. قال لك واش راه واجد بالقاسم قاسم قال لك واش راه واجد دروك؟ دروك ما كاين والو دروك ربي الخير تاع مولى الخير حاجة ما تعرفش هذا تاع الخير مولى الخير الله يعاونك وين ما كاينش حاجة وقدوة إلا كنا من الحية إن شاء الله راهي نفتح الصباح من 7:30 نسكر 11 تاع الليل قدوة قدوة والو اي حاجه قدوه مع القدوه راه كاين معرض في مركز تثمير المهارات وهذه راه على مستوى الوطن يوم 9 فيبري نوفمبر راه عيد الحرفي عيد الحرفي عيد الحرفي اليوم الوطني للحرفي دايرين معرض في مركز تثمير المهارات ان شاء الله هذه يدير المعرض تاعو تما يتيش واللي حاب يجي يا خويا مرحبا به والناس كامله ماهيش دعوه قال خاصه ولا للناس كامله اهلا وسهلا ماذا بهم يجونا ويجوا يشوفوا المركز ويتعرفوا واللي عنده كاش صناعه قال يدويه ولا صناعه تقليديه يروح يخدمها حتى وما عنده لا كارطه لا ديبلوم لا والو يا خويا نقول له مرحبا بك وارواح المركز ونتهلاو فيك وان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شجعوا هذه الفئه احنا ان شاء الله نشجعوا هذه الفئه وماذا بينا كل واحد يخدم خدمته يا خويا كل واحد يخدم الكوروار تاعه تفريق البلاد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. مسعد قال لك رانا دروك ولايه ريقل روحك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انا مريقل لبسه تبقى اقول لك عاونونا انتم انا مريقل ان شاء الله يا ربي ما بوكش انا مريقل كل واحد راه انا نخدم انا عليتي زوج حوايج انا عليتي يعني نخدم نبيع نوزق لك ندير لك كلش نعطي لك كاس كيما هذا كاس كيما تقول لي اعطيني كازوز ولا البن نعطيك كاس كيما هذا ونجيب لك كازوز
كي تاخذ الكاس كيمانه تلقاهم مسخ، كي تضربوا على الحيط ما يهمنيش لاني قلتي انا جبتكم مسخ. صح، اذا اتقان هنا اتقان العمل. أي. اتقان العمل هذه العقليه كي تكسروا ما يهمنيش لاني نقلت. اي صح. اي وان شاء الله كما تقول على المنطقه ان شاء الله لازم لها الاكله تاعها. الاكله تاعها طعام. طعام درته هنا واحد الرابعه مرات ولا خمسه. مش هذه خيرات ولكنني تعبت باه نفهمك. التحضير تاعه ولا التحضير تاعه وتعبت شوي ما نقدرش نجيب وحدي ناخذ وحدي. عبد اللطيف زياني من عين الملح، السلام عليكم. سي بلال قل له قل له اكد لنا على الشخشوخ. ان شاء الله الشخشوخه هو الطعام اذا كنا ملحيين من الاسبوع الجاي لهيه ان شاء الله. وريك عليه. انا قلت لي ثاني واحد طيب قال لي طيب المختومه. مختومه تاع بكري. تاع بكري تاع دار. اي تاع بكري تاع بكري. هذه كيطيبوا لي دار نجيبها هنا نبيعها كيما تاع بكري بالشحم بالفلفل الاحمر هذا بالتوابل تاع بكري معناها كيف تعرف روحك باللي معاه. بيتزا. بيتزا ناتيرال. مش ناتيرال تراديسيونيل. معذرة. كيما بيتزا تقليدي. بيتزا تقليدي. جايين دوكي كاينين زوج اساتذه. ربي يحفظهم ان شاء الله. مساهمين معايا مشي جعاني كثر خير قال لي اي حياه رانا معاك. صح ربي يعاون ان شاء الله. العام الاول جاني 40 واحد. تاع البلوطاري لعبوا ال اي لعبوا في ليلى. اي جاو تعشوا عادي. خرجوا ضاحكين زاهيين قال لي الحمد لله يا ربي ريحنا. والطعام ان شاء الله نبداو. ان شاء الله. أي. ان شاء الله. قال لك يقول الأخ فرحات الزروير يلتقي فنانين من تراث ولاية الحالمة في فن في فن 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 طبخ الأكلات الشعبية التقليدية. نعم والذوق الحسن الشيف حميتي وفن التشكيل والرسم على الجلد وصناعة الأحذية سي بدر الدين. هاته أنامل المسعد التي ستبنيها بسواعدها وعملها الطيب. شكرا لك الاخ فرحات. ربي يحفظه ان شاء الله. والشيخ فرحات معروف معروف بال سي بلال نعطيك شاي تكمي كاس ليك. شكرا لك. قال لك نصر الدين الي انجلون حميتي خدم لنا مهلا الزفيطي نشوفوا كيفاش يتخدم. انا معاه نحضروا في السماه. يا بلال قل له اذا كان ديرها كيما تاع عبد اللطيف شخشوخه. قال لك قال لك ديرها كيما عبد اللطيف زياني تاع الملح الشخشوخه تقدر ديرها كيما هو. انا ان شاء الله يا ربي نطلب ربي زوج حوايج ولا ثلاثه نطلب ربي ان شاء الله يا ربي. يا ربي يوفقني. امين. ونطلب ربي ان شاء الله يدير فيا القوه. امين. والثالثه اي حي نخدمها الخدمه بالقلب. بالقلب. كي تعود ناوي من قلبك تلحق تلحق. صح. مستحيل ما تلحقش. صح. واذا كنت مش ناوي كي تعود في يدك تروح. تروح صح. هي لازم تعلم كلش وما بها تعب. صح. طالب صح. طالب من ربي. من ربي. دروك نبداو بالزبيط. ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. اي. يقول الاستاذ بالحد الاخضر الله يبارك منورين وربي يبارك في حميتي. وبدر الدين والشيخ بلال حفظكم الله ورعاكم. حميده بن عيسى ربي يبارك فيه شاف حميتي ونعم الناس حلاوه البلاد يا خويا. طاهر من جقينه الله يبارك عليك حميتي. الله يبارك وربي يبارك له في صحته وربي يعاونه ان شاء الله. الاخضر بن خلاص. ابو فيصل الدبزي حميتي الزفيطي العالمية. الله يبارك. الله يبارك. حميتي الزفيطي العالمية. قال لك كمال العايب كي تشبع رد لي الخبر يا شيخ وقول له دير تريب الحار. كظهر غير جاي حمار دير. رابحي زين العابدين بنا ربي يبارك ولد عمتي ربي يحفظه ان شاء الله. زيد كمال العيب خلاص فرحات خلاص. يوسف سي حميتي انسان رائع بشوش. نعم بشوش صدقت. معاش تخضر بالسيح بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان
ان شاء الله. ممكن الاخ بدر الدين شيني برنامج كم تاع غد ان شاء الله اذا ممكن بالله حضر البرنامج تاع الغد ان شاء الله هو يكون يوم المفروض راه اليوم بدايه المعرض ان شاء الله نديروا قدوه ان شاء الله باذن الله. نقدر الافتتاح يكون ان شاء الله مع 9 10 هكذاك يكون الافتتاح والمعرض هذايا نديروه على اساس اننا نشجعوا الحرفيين باش يجوا ويوروا المنتوجات تاعهم. كاين بعض المشاكل عند الحرفيين، كاين اللي يقول لك يا ودي انا وين نسيب الدبلوم، ما نقدرش نقرا عام، ما نقدرش نقرا عامين. خويا احنا نوفروه لهم 15 يوم هذايا بكل مجهودات الغرفه تاع دار الصناعه التقليديه ومجهودات الجمعيه العامه لغرفه دار الصناعه التقليديه، ومشكور كذلك مدير الغرفه تاع دار الصناعه التقليديه السيد حمريط اللي نقدم له تحيه من هذا المنبر. داير تسهيلات للشباب هذه اللي راه عندها الحرف، زيد كاين تتبع حتى هو يدي الدبلوم تاعو، كاين نقدروا حتى نزيدوا نتبعوهم. قال اي انسان عنده مشروع ولا حاجه يقدر ندرسوه معاه ونعطوا له قال القاعده كيفاه يبدا وكيفاه. هذه ان شاء الله اللي تقدر توفرها له الغرفه تاع دار الصناعه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وسيكون الشيف حمويتي حاضر. بربي. ان شاء الله. وشني هو؟ سي بدر الدين قال لي نعزكم واش عارف؟ ايه يا ربي ما نجيناش. هو عقا واقف معاك قال عمور ناجم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يبارك ربي يعاونه ان شاء الله. رانا نواصلوا مع الشيف حميتي في التحضير الان بعد غسل الفلفل وغسل الطماطم. اي غسل الفلفل غسل الطماطم نعم. دروك رانا نحضروا هذا فلفل حار يابس هذا تاع يقولوا تونسي ولا يقولوا له تونسي يقولوا مخدوم بس عنده اسم اخر او لما به يستعملوه ياسر كي عاد يستعمل ياسر يقول لك دوبار ادركي يقول لك بسكرة معاك نأيد البسكرة ونحترم الشباب بسكرة كامل على الوقفة اللي واقفين علاه انه واحد دار دوبار خدمها زين سماوها دوبار البسكرية سماوها بسكرية فهمت راه هذه هي انا يا زفيطي كليتو ملي كنت صغير بصح ماش عارف بلي اسمها زفيطي ما تاع قاعد يديروا فيها من بكري كتعود وقت واحد الوقت حنا صغار درنا الما درنا الماركة كيما تلقى واش دير الماركة تجيب فيها الكسرة فهمني وتخلص تعطيها لنا صح ناقصة حرور ناقصة مهلس هما طوروه ربي يفتح عليهم ان شاء الله وربي يعمر بلادهم يعمر الارض كانت كاع. وقال عمور ناجم قال لك بدر الدين العايب ثاني لن نواصل مع الاخ حميتي نعم. الان راه في تحضير دوك حضر الطماطم حاضره الثوم حاضر. الحاجه الوحيده اللي بالزفيطه تطول هي كسره لازم تسخن باه كي يجي المشتري ماذا به يلقاها ديما سخونه معناها تفورها. اي تفورها صح. اذا راه واجد الكسكاس واجد ان شاء الله ان شاء الله. يا سلام. اذا دروك لازم الكسره كما قال الشيف حميتي لازم تتصور باه تعود الاكله حال. ها ندير عاد. اذا هنا نشوفوا الاسماء راه الكسكاس واجد. دروك نبداو نفوروا الخبز. ها عاد عاد ما فيهاش الوقت بس طيب زبده طيب هذا اي طيب اخدم اذا طيب معليش خلاص هي معليش. مصطفى مشري قال لك تحياتي الرجل الرجال الزينين ربي يحفظكم ان شاء الله. هم مصطفى الوهراني راه غايب. مصطفى الوهراني مصطفى وين الوهراني؟ يا اي مصطفى السلام اخويا العشرة يدحفنا دير
يملى كان سيدك كبيرة هاك دير تشبع لو كانت صغيرة تحشاتك الحرور يشبعوا اخويا درك يحكيها انا هذا يحط الكسكاس على البرمتي يا حصادي لا انا مره مش ناجي دي تاع التفوار فيها حلوه زينه هي واش هي اذا الان راح يتفور قداش حبيتي ممكن الوقت قداه قداه يبقى باهي انا الوقت نقص عليه النار كي نقص عليه النار باه يطيب وحده وحده يعقد كي طيبو راه بيض طيب عادي اي بصح كي ديرها وحده وحده اصلا ماكله ممكن على نار هادي دائما النار هادي لازم هادي باه طيب كل الحيه في بلاصتها صح دونك خلاص الخبز خلاص 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 كسلا خلاص انا قلت لك ها مو صاحبي خويا صاحبي كان يعاون فيه بدل دير بعد راح عاون شي راح عاون بداية راه مز باي يهز انا كي عاوني هذا كي يبان بلاها صاحبي صاحبي انا ها دوك يا سي بدر الدين دوك كي طلع لي من راه كي يطيب كي يطيب كي يطيب نعاونو اخويا ما نقولوش نروح له قال حني خلي ما تلي حني خايف تدخل الزين وبعد تقول لي ودي بدر الدين هو اللي قول لي بس بصمطي اللي صباطي الاكله واه وجي زين ما دام ودي مقلوب لا كل شيء زين ان شاء الله ان شاء الله صح هذا مع بعضها ناشتي شوف راه قال لي لا اهموني بريد يا خاف لازم تشوف شو كلش هاي ها لا هي يعاون وقف الهز والحط والاسماء هذا مك هي هذاك مك هذا راه والو درك صح غادي انتهينا منها غسلنا كل اسماء وجدنا زيت الزيتون الفلفل الواجد مريقلين ما قطع لك انا داخله في الزوق ايه داخله في الزوق قاشويه قالك يعود يعود يخدم وحده اول يتقن العمل يتقنه وثانيا يركز في الخدمه نتاعو يعود البنا تخرج للاكل هاك هذا كان كل واحد يدير الطريقه تاعو كي يدير الطريقه تاعو يشويه كان كل واحد كفاه نبحتو انا طي انا نخدم خدمه انا اظن باللي ما يشواش خير وغير خويا اهل الاختصاص ايوا هي شويه اظن شو خير انا الطريق تاعي في العمل هذا الهدف تاعي ندور نخدم حاجه روحي مش ندور معناها انا داخل في ذا الميدان ندور نخدم حاجه روحي كيما كان قال الزبيطي اللي فكرو كيما انا ثاني في الحاجه عادي لازم تمن سي طيب وسي طيب اللي يطيح على قلبي ونلقاها زينه راني نخدم بها نشهرها يبقى تدير حق عادي هذه بالعكس ها قلت ربما تزع لا هو ما يزعج هو ما هو هو كان تروح عليه الحانوت وتشد الوسائل تبدا تخدم له خدمته يزع بصح ما دام مش يمسك خدمتك ما نظنش بلي يزع قولوا اسرح دار النهارات يشرح شي يا هذيك بيناتك بديك بيناها قال نفتحها نعاونك انا نشتي نموت على زي حوايج نموت على واحد يتعلم ويجي يقول يعلم نموت راك عارف كي تعلم واحد نموت ما تشتيهاش والله نشتيها والله نشتيها انا نشتيها انا موتت
تعلم واحد يقول يرحم عليك الله يرحمك الله يرحمك يعلمك ميتي الله يعلمك تخرجت من جامعه تخرجت من مدرسه تخرجت من كل شيء نعمه حتى حتى حميتي عدوا المزح شويه عدوا هو كلش نورمال عادي انا كي نعلمك انا كاين خلي خدمه بدات ريحه الفلفل تنتشر والله دموع يدير الدم عمره كاشف انا الزحوي نشتي قال لك ميدو القليسي ربي يكون في عونك خي امين يا رب العالمين ممكن هذا الاخ حميتي الشيخ حميتي عبد المجيد كلا عندك مجيد كلا عندك الزفيطي واش صافي يا ودي قاري مخلي بصح يا ودي هو راح وراح ليه انا جاوني زوج خدامين المهم كي سرحوا العشو جاوني قال لي درنا زفيطي واحد صاحبي واحد ما نعرفوش صاحبي ديك خمزني قال لي يا حميتي ديه قال لي ديه قلت له عليا خطاتك داخل ودرت مزبيط حررته سيدي ياكل مخلوق ويزعل يدور ينح اي حاجه الحرة كي تاكلو تجي تحليل يدور سيدي حبس ما قدرش بحار حليته يخدم يا ولدي اي عاد يخدم لي بينك بين ربي قلت له بيني وبينك سبحان الله انا نخدم في خدمه وقال لي صاحبي لي خلاص فيا قال لي هاك انا ياكي زودت شويه جاني مجيد ومجيد عاجبني لحلح مجيد قال لي واش قلت له روح مجيد قلت كافير زينه قال لي واش قلت له مجيد خويا عادي واحد الصراحه دوا انا فيها يا تقول سيري يا تقول في عاد الحانوت نقضيها ونجي يا تروح تحنيني وهو زبيدي قال لي عليا نقعد خير اي نقعد يا سي بلال يضرب طعم الدوله الزاويه يطيح يخدم هاك الماء عطيتو طاس شرب الماء اي عطيتو طاس يا وهز طاس 10 دقائق وهو دور قال لي وي وراه الماء راه معمر تخلطته وقع طلاص لا ما حقوش يشرب انا قلت له شرب البن حاطو البن والله حاط البن هز البن وحطو هز الماء تخلطته به مش باب الحرام قال لك مصطفى مشري قال لك كثر له الفلفل بسلامته كثر له الحليب واللبن والله قي يخدم من قلبه الله يبارك باين في وجهه بالصح بالصحة والعافية عليكم وعلى قلوبك آمين يا رب العالمين آمين آمين هذه ريحة الفلفل هذه من ضد أنا غلط عندك البن هنا كاين الزحويج هنا كاين البن كاين الزحويج دو راك تمشي خارجي ما كانش ياه خارجي ما كانش كنت تكل هذا كاع تيري زوجين كاع بديارها الله يسيحها دابا راسو او جاوب لي كله هذا على قدر على حساب طاقته ما عرفش زكي ما زودوش في اليسر ما يخلعش بدر دين عاد شويه هاب اخويا هاز هو تغدى قاع عجيجه قليله عجيجه وراه كيلو الله يبارك هاي معليش عجيجه وراه كل ما يولي احمر وقيله كل ما هذا الاحمر هو اللي احركم والله غادي يزيد يا ودي عاد الحرام ولفتو من دا لا نيشت الحرام عندي هذا الفلفل الاحمر او جد هذا هذا الفلفل الاخضر حاره قاشوه معناها صافي هذا الفلفل الحار لي شويه ينقص على الاخر شويه هذاك عشان يقولوا هذا ذاك الحرور هذا زين الحاجه اللي مش ياكل يعود ياكل هذه واحد المريض ياكل فيه واحد في السام كي تاكل يحرق بصح كي تكثر منه عادي لا عادي بنيتي راه ياكلوه عادي لازم توالفوا اي انا عادي بنيتك وكدا نجيبو هي نص الصحراء وكياكلوه ياكلوه بهم الماكلة تاع التمر اي بهم التمر ولو وشربوا الحليب شربوا الشنين الماكلة تاع التمر واحد التمر ماكلة التمر راه مفيدة ثاني نحل الحروب كل واحد كان يشوي انا طيب في كيما انا نعجب انا حاجه تعجبني نبيعها ناكلها انا كيما ناكل روحي نبيع نشري مرحبا وسهلا ما شريتها كاتبتي
انا ناكل نورمال كاع. انا في رايي انه يبقى كما هكا خير خير طبيعي، لانه يقول لك الطب يقول لك الحاجه الحاجه كما راه هاك طبيعي تعود مفيده اكثر للجسم من كي طيبها تروح للاسمها النكهه نتاعها. هذا الدين يعني نخزى فيه هذا الدين عاد يخلع وعاد يتوخى. راه خلوع كاع كشاف تاع الله. كل تاع كل ما فيهاش اللعب. هذه راه مازال ما لحقش النوعيه. توانسه هنا. اه شوف. هاي النوعيه الاخرى. مازال مازال. هذاك. هذاك مازال ذاك. يطلع في الزين هكا اسمي مانيش عارف كيفاه. وكل راه صحه. وممكن مول عباد كاع. والله خالي هني انا الفلفل كليته في الصحراء زين قعدت تما في حاسي مسعود وقت ناكل فيه ماكله. قد قعدت مده في حاسي مسعود؟ يا سي بلا واش نحكي لك. قعدت فيه عامين. عامين معوضه ب 10 سنين. زهيت فيه واحد الزهوه وعييت واحد العيات تم ما عاد ما نقولك بلا كنت ساكن في الحاشي. كاين الناس كنت كنسقسي على الحاشي يقول لي ما كاينش خدمه. رحت عفست على قلبي ورحت ثم نهار الاول لحقت مع العشاء لحقت الجماعه اللي قاصدها ربي يدير فيهم البركه ان شاء الله. قعدت عندهم بايت القدوة خميس. المهم درت صورت ودرت سيفيات وقعدت نتاع في الشركة وما عاد لا ديبلوم ما عاد والو. وش ما عاد ضحكوا عليا قالوا لي بديبلومات ما دخلوش تدخل نتاع. انا قلت انا ملي دخلت الحاجة داخل بنيتي اذا كان عاطيني ربي فيه نلحق وين نشتي ولا كان مش عاطيني نروح ونرجع. هذه هي هذه هو خير من كلش. دفعت السيفين هذا الخميس الجمعه مع المغرب المقابليه قلت لي صونا لي تليفون لقاوني في واحد الشركه رحت ليه انا ومعايا سته من اللي قاعدين معايا قبلونا احنا ثلاثه والاخرين ما قبلهمش قعدت خدامتهم يجيب لي ربي واحد تما عطا لي سكنه شيف حمودي لو غير واقع الا كثرت في الفليش ما كثرتش والله ما كثرتش باش نسمع راه طبعا الحمد لله تخافوا انا نشتي طيب كيما هكا شيف حمودي راه عقب حتى المتوقع راه مازال ذاك الفلفل لا والله الله يبارك المهم بلال ديك ثلاث انواع من الفلفل اهدينا لك خلاص تبدا قلت لازم عاد عد مشت العادة هذا النوع الثالث من الفلفل قشو هيا اتصلت بهما اتصلت وحلات القعده تما وحلات في السكنه هذيك عشت ندور في الحاسي في البلاد كاين كثر خيرهم وكاين الحمادي كاين اللي يرحم والديه افهم كاين كثر خير انا قاعد تبي يجيبوا لي في الماكله حاجه ما يخصني اللي هي كنت مسكن معايا من مسعد كاع شحال واحد 30 واحد مسكنها من مسعد عدت نهبط كي نهبط كونجي نتلاقى فيهم نقول يلا يا حاجي مسعود الناس كاع انا واش دخلت انا نديك تسكن عادي وروح دابا راسك وانت دابا راسك اي اجري ضربت فيها عامين ذا سكنة بالمزية الله يبارك كثر خير يكثر خير يكثر خير عليس ريح يكثر خير عليس ريح ويكثر خير نصف سمتي اللي عاطيني السكنة بالمزية يكثر خير ونسمى الأرض خير الناس الدورة إذا هاو فار الله يبارك الكيس لا فارت دير له قرب ال ها هي ها هي هذا الدين خاف ها هذا الدين اخلع هذا الدين الكيس لا يفارت خلاص ها يفارت
هكذاك. اي رانا قريب دروك. بسم الله. مركم. نهزو الفلفل هكذاك. اييه. صح. لا تضحك ولا تعلم. أكد ما تعرف ما تعرفش. راك تتعلم وتعلم في نفس الوقت. أي. راك اللي يتابع ويتعلم. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا ربي. أي والله هكذاك. صح. يا تشي نقول له والله انا عرقنا قدام لا يطيب الزيت من الحيه من الوقاع ما تحب من الفلافل. والله صح. عندنا هذه المعدنوس هذيك ديرها كامله ولا هو راه يطيب بنا هو مدير معدنوس مليح ثاني مليح لل هو يدير اب بنا في الاكل يدير بنا برك يدير بنا اي هو ونعمه في زوج ولاد مقطع قطعة ثقال. هذا المعدنوس. هذا المعدنوس. دير حوايجها تاع معدنوس. وعندنا وراني حطيت. الثوم. الثوم يجي من الثاني يجي هو الأخير يجي هو الأخير باهي الثوم كان تعود يطبخ يطبخ ياسر تروح للسماء نتاع الفوحة تاعو باهي تروح هاي والله عندنا نديرو هذا نديرو شوية عفوا واحد وش يشتي هذايا راه مشتري نخدم راس الحانوت راه شوف أنا لازم اي واحد يعرفني شنو نخدم راهم يتعلموا دوك راهم دوك يتعلموا ممكن يتعلموا ولا يطيب الزفيط يروح نعم الله يبارك يقدر يعود يدير روحو يدير المقيرف تاع راس الحانوت هي كل ما تكثر لك الفايده يا اي صح اي زوج مقارف راس الحانوت انا نزيد واحد ثلاثه زيد ثلاثه ثلاثه راس الحانوت ثم البسباس يطلق الريحه البسباس يعطي الريحه في الأكلة البسباس ممكن مقيله فاتك فيه والله قداه دي ديرها لك في الفايده يا كل ما معنى ما حتى وتكثر ما عليهش عادي وفي نفس الوقت راه كل واحد و كيفاه يدير على حساب البنه تاعو انا نطيب في طياب كيم بي ام بي كيم باش ناكل ناكل رايح نخدم خدمه زينه زينه يتقال العمل اي صح استاذ كنت ندير شي فلفل زاد على هذا ما كاينش ها كنت زيد الفلفل لا درتو هذاك ما زدتو كثرت منو ذاك خايف على بدر الدين حنايا انا دابا نذكر بدر الدين هذا خايف ما سمعتش بدر الدين سمعت كلمة بدر الدين خويا جيك من قال لي نزيد شوي في الفلوق تو والو ايه والو ما قصرش الشيخ والله الحمد لله هذا ناكل الثويمات عضروا الثويمات الثوم الله يبارك الله يبارك فيك شر صافي قداها نوع تاع فلفل ثلاث انواع فلفل ثلاث انواع فلفل وزادها من الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والفلفل الاحمر يابس ثلاث انواع زيدهم الثوم الله يبارك والمعدنوس والراس الحانوت والبسباس وزيت الزيتون زيد البسباس ثاني وكذا ثاني درناه عادي فلفل احمر بسباس وراس الحانوت هذو كاع باردين البسباس وال هذوك لاباس راس الحانوت نزيدهم اهل الثوم وقلت لي والفلفل الاحمر راك تطيب فلوس والفلفل الاحمر الحار حطوه هنايا
والاخضر الله يهديك. طماطيش الثوم لازم تدقوه. الثوم لازم يدق. اعطيه البدر ديال هو. هاك سي بدر. بسم الله. بسم الله على بركة الله. بقى واقف واقف. يقعد ما يوزي ندير اسمه بها. صحيت اي. اسمع اسمع قال كيما يقول شبهنا قال حط يدو بدر الدين. يلا راح خلاص. يسخى يروحوا يوزق فين تعالق يروحوا يدق في الفرن. ايه اليوم يعطينا دعوة الخير بركة ان شاء الله. راني ضايق الصفات نتاعك قبل. هاني عاود إذا لقيته خير من اللي فات. نعرف باللي راها صح. بصمة وش نعرف. بصمة من الحزينة. أي كاين حاجة ما تدري. أنا نهار في البيت حنقول لك صح. أنا نهار في البيت كنت نطيب واحد الثياب مزيان طيب فيه زين. قولي لي هاك واحد الصالح. كاين واحد الطفل كذا هاك. مريقلة مريقلة هاو يسلكها ما يسلكها الشيف يعود معاك. ها ما يخلينيش بدر دين انا كون يخليني يعطيني ال 100 مالو نحاس فوتو يا ودي فوتو يا ودي والو فوتي. قول لي عليها بدر دين. بدر دين في ال 98 98 97 في ذاك الوقت ملي كان عبد الصغير نروح نعقب على بدر الدين. وقت بطلت من وقعي وكان يعقب عليه فاتح من ظهره فاتح كيوسك صغير كان يعقب عليه نلقاه يخدم. كانت بدر الدين زهرها بدات تجي خطرة في الارشيف والارشيف بان خرج وراها اخ حمد حسين هذه راه حصه تحضير لأكلة الزفيتي من طرف الشيف حميتي. هذه راه حصه تحضير لأكلة الزفيتي للشيف حميتي وليس الدعوه هنا راه تحضير الاكله فقط. يا سي بلال بدر الدين عاد ينسى. كبر لا لا بيا قلت الزفيتي الزفيتي كي راه ندير الذاكره. دوك نخرج الذاكره تاعك على الذاكره تاعك دوك خرجوا. خايف تمحيلو الصناعة التقليدية تروح. إذا ما إذا ما راجل تفيرسو دروك يروح له كاع. بدر الدين عزو. بدر الدين عزو كنت شوف عليه. دروك تشوف دروك تشوف عليه. وليت عزو. وليت عزو لازم ودو وليت عزو ودو. أنا دروك نشرح لك. تتطلب الوقت شوية. تطلب الوقت. هذه راح يعقل. باه ما يخفف. باه يخفف. راه درس هذا راه درس للناس اللي تشتي الزفيطي باه يعودوا ممكن يطيبوا الروح. هذه راه بصح ممكن راه كاين اللي راه يتبع فيه شنو المصروف ذا وامور وراه يقطع. فوت. راه ظلوا ثلاث سوايع. ممكن ممكن اي. من اللي فوت ثلاث سوايع. يزود وياكل زفيطي عاد يتبع. طماطيش ماشي اللي طايبه هذيك خيره. والو طايبه هذيك عارف عليها كي تلقاها طايبه عارف بليها داخل حامضه لازم تجيبها محكومه زينه. كي تفتحها كي تضو تلقاها زين هذه ذوك كنت تلحيها بالروح تشربها تقع معناها تولي جي. وهي اصلا تخلع الطماطم هي عباره عن فاكهه يصنع منها الجي. انا سييتها المره اللي حدا خدمها سييها. صح خلاص. سيي جربتها تخلع. كاليفي والو حميتي الشيف حميتي كاليفي خلاص. مادام سيي الجي تاع الطماطيش كاليفي. عرفت باللي كاليفي انا. اي. معناها الجي دروك تاع الطماطيش قلصين. هو عادي دروك هنا. لا وشتي علاه شتي ثاني زين.
بسم الله. كاس هذاك هذاك كاين الواتا كيشان هذاك بسم الله. هاي طماطيش طماطيش هاي وإضافة اي دافع الماء طلب وقت نعم وقت طلب وقت أما الإنسان يتعب في الناس الإنسان يتعب في تحضير المهلات كما يتعب مهما 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 يكون السعر تاعو راه زهيد جدا كاع بصح كي يجي واحد ياكل هكا دوموند يجينا الصباح بكري أنا نجي هنايا على 7:30 نقعد نوجد نخليه كي يقول لي أعطيني الزبيدي نعطي له ما يفوتش 10 دقائق 10 دقائق ما يفوتهاش لأنه كلش وجد وحامي خليه طول حامي على نهار تاعي يقول لي الزبيدي يقلب مهراش وقلب ايه معناها تعب هو صح يتعب واش هذه هذا نسيتو ها المواد لا ما كاينش حاجه ما تعرفش وما كاينش حاجه رايحه كانت تبع بسهله عباد باه ياكل عباد وكذا ما كاينش حاجه بسهله لازم تتعب باه يتعب على راحه باه يسبن ويروح يدعي يعني يدعي اخويا اللي كان كفر الانسان الحرور يروح يدعي دعوه واحده اخرى والو انت ممكن ما تشتيش الحرور بصح الناس تشتي الحرور دوك اشترى الحرور نوصيك كل ما تاكل الحار ما تشرب بعده الماء وخلاص تشرب حوايج بارده بعده يا خويا بعد عندنا الماء اليوم كاين واحد الجماعه قدك ما جيت اعطي له الماء كاين الجماعه خدامين في مؤسسه المهم هنا في مسعد يوميا عادي الله يبارك يوميا عارفين من الناس كاع يوميا عادي الزبيدي من بوس عادي ما شاء الله اي سلام ليهم اللي كانوا يتفرجوا فينا ان شاء الله هذه تحيه لسي بلقاسم بيحفظ ان شاء الله ان شاء الله يا ربي سي بلقاسم وربي يحفظه راك طولت عليا يا بلقاسم عبد اللطيف عبد اللطيف زياني من عين الملح قال لك ما ممكن الشخشوخان تاعي خير من تاعك من هذا صديقنا من من عين الملح يقول عبد اللطيف زياني قلنا زورنا ونزورك اي ونشوف 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 هنا يطيب على المباشر زعما يطيب على المباشر والبنا هنا للنحل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نعود مريق وبالعدل ثاني ما يقولش ان شاء الله مريق لا لا بالعدل مش بالعدل انا ان شاء الله نعود مريق بالعدل المهم فرشوا له باللبن بارك طول لنا السحر السحار سحر السحارة على السحور على حسب ما عندي ممكن يكتبها نص السحار طول لنا سحر السحار سحر السحار نديرو ثاني طماطيش حقاوتي نديروها نديرو ثاني ندير شويه ندير شويه خاطر شبه تاع حمار المرقه كي نعود ندق في الكسره تجي حمراء ما تجيش بيضاء كل واحد واش يشتي كاين اللي يدير كاين اللي ما يديرش انا كاين اخرين كيقول لي حاجه سبيسيال نديرو الكوستو واش يقول لي يخدم نخدم انا اللي خدمته بصح ما تكثرش منها تاع القوطي ما يجيش ياسر تجي عادي خطر ايه معناها ما تجي يا سمي ما تجيش ياسر غادي يدرك راه كلش موجود في في هذه البرمة اه اروح تشوف اليوم بسم الله هذا ها هو بسم الله هذه ها هو هاي انواع الخضر معناها حاجه طبيعيه الروح قال لك الاخ مصطفى مشري قال لك تسحر السحور السحار قل له خفف خفف رانا ناكلو بعينينا معاكم بصحتك الله يسلمك يا قدام 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 امساك ارواح قدام الامساك ارواح هذوك اللي نطيبوا بصح قدام الامساك ارواح
ديالو مقرف. مقرف ملح نعم. لازم. زيدو نص. تقول دوك المده ياسر الشيف حميد ياسر دوكا ما طولش بصح نجيب لها حاجه زينه واش راي نختصر الوقت هاي عندنا هنا محامي وحده ها هو جاي يطبخ ندير عليه هذه الكسله هاي الكسله صح عفانيه باه ما تحماش ياسر وتفزن باه تعود سريعا لهذه هذه نزيدوها النار اي صح باكي تنوي تحشي هنا نحشوها الحين بدا الدين وجد روحك طابش والله غني وجد على رجله هي الشيخ عطيك كاع انا تعجبني بدا الدين قول لي روحي عود زعقه بدا الدين قا هاك خلاص صدقني غير الريحه هذه راه بدات تجبد والله يا بدا الدين قلت لك راني نعزك ودورك بديت نرجع أنا قلت لك راني نعزك ونزيد فيك اخويا عزك الله ربي يحبك ان شاء الله امين يا ربي تعرضوا يجي هو يدوموندي الزفيتي ويطيبوا له الشيف حميدتي صباح هاي صباح هاي ما يقولش هي مليح المهم روح لازم والله اخويا راك جاي هاك لازم قول له دهميه الصباح يدوموندي يطيب لك الزفيت باهي ها خلاص ورانا بال الحال زين زين دوك راه وقته هذا وقته على وجه الروح ان شاء الله يا رب يوميا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يدير فينا البركه ان شاء الله امين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يديرها في كل مؤمن وان شاء الله ينوي على حاجه يخدمها انا نافعتي في حاجه انا مستعد اي واحد يجيني اللي نعرفه نعلمه ما فيها تعب صح انا نتمنيها مش عايب تاع عليهم شنو نتمنيها شاتي العدو بقوه هنا كما طعام اللحم بلاد الله يبارك كبيرة الأكلة الشعبية نتاعنا أنا دوك راني هنا راني عطاتني خبرة بلي كاين مراوية تدخل بقوة كبيرة صح وفي نفس الوقت كي ترجع ليها كاملة ما كاينش نعمة راني فيها قد هذي أقدر نعمة وين تنفع لك تنوض تمشي تزاير كاملة ليك بالعافية حتى تزيدوا ما عندنا ما نزيدوا فهذه جنة اللي يقول لك أنا في جنة أنا في جنة يا رب لك الحمد يا رب الحمد لله معناها ندور انا نمشي للبيع الشاب يقول لك ما كاينش تخدم الخدمه اللي في المساله هنا نتحدى به مثلا يقول لك افكر تخدم افكر اي حي تخدم انا كنت لك تحت نخدم كانوا معايا ربعه وانا خمس وكانوا معايا عوايل تسرزق انا ناكل ذاك ياكل مخلط الحيه وقال عافية الحمد لله. الله يعافيك. اي واحد شوا تاع الرسان، واحد ماشينه تاع الدجاج، الاخر ماشينه تاع البوزلوف. وحنا نخدموا. حليت الله يبارك لدرجه بحال قلت لك جاني الفريق ذاك. واما بنعمة ربك بعد. اي جاني الفريق ذاك خدمت زدت شهرة. وبدات على الحياة يا اخي باللي كاين مرة تعود شيء حاجة تخدم كتعود كيري تعية. كتعود كيري تعية. انا كنت كاري تحت عباره انا كاري كنت قدام ميزه فيها قدام انا في مسعد عاود كنت كاري سومه خياليه كنت كاري بخمس ملايين خمس ملايين في البريميل بريميل لوحه كنت نخدم جهد نخدم ندير نتيجه للبلاد سلام ها ها مازال هاو طيب لسه هذا راه مخدوم سبيسيال وراك جيت في وقتك في وقتك الله يا في وقتك فهمتني كنت نخدم ندير مع النهار نخرج لين نرجع ليه انا نخدم كنت ندير في نتيجه البلاد كي يجي واحد يدي صوره مليحه انا ماذا بيا ندير دراهم ما كاينش ما يشتيش ندير دراهم انا نشتي ندير وفي نفس الوقت نشتي راحه البال اكثر من كلش انا مشتري كيجي عادي نزمريه
تحت خيمه درتها كبيره اشد الناس من كل بلاصه تجي يجوا كاين اللي عاد يجوا هنا كيما يجوا للقرشيشه يجوا تاع الشبيه تاع اي كاين عوائل وناس من كل بلاصه من الاقواط يجوا الله يبارك خير وبركه القراره كاع يجوا هنا حتى الفراق حتى الفراق يجوا اي كي يلقاو الحوايج مسكرين ولفوا عاد يجوا عادي حلات ولا قال نقول واحد الحاجه لحقت لدرجه يقعدوا جماعه داخل في القيده يقول يا ودي ها طفي علينا ضوء الخيمه داخل طفي بهيرد سير سير اجرها على ربي ان شاء الله سبحانه وي والحمد لله يا ربي على السعاده الحمد لله الحمد لله قال هنايا السيف فات واحد الوهره المهم كي يجيك مجيد ما تكثرش الفلفل اه مجيد عليا انا زي حوايج يقول لي شتي الحر ونفوتو تفوتوا لا يقول لك دير لي ماكسيمو دير تفوتوا نعطي له حقه بيدي خلاص معناها ما تفوتوش بس راه الساعه وتفوت يدي هذا لا تفوت لي دين هذا نحو نقصوا شو نقصوا لا على بريز والله كون راه كان بحشوش حيا بالفلفل صاحبي يا صاحبي راه ثلاثة كيلو والله بينا بالعزويه انا شفت انا ملي شفت الفلفل راه يا خويا عزمه اعطاه لنا بلا فلفل ايه طا ما عطيش واحد ولا اخر بارك كيما هاك الحياه راه طبقت مش مريقله اي والله بسم الله نزيدو هنا نرجعو ل خلاص زيد بديت تاع المقطع تخافش 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 راني هنا قاعد انا راني ندير بزاف حوايج ماشي نكيل بس تاع ندير قلبي هادي باين به راه خبره ان شاء الله راه خبره دي وشريه بدأت الروتيشات الأخير شيخ شيخ آه مش متخاف شنو فهمت شنو قطع لك شنو حاجة شنو قطع لك شنو قطع لك شنو قطع لك شنو قطع لك شنو قطع ما دام يلبس عليا وجاي برا يعطيني نقطع لك هذاك خلاص هذاك هذا خلاص درك وجد المهراز هيا هذا الدين نقول لك حاجه قصه شيري انا كنت جبت لك حشيتها لك صح يا خويا ما عليك جابك ربي على يدي جابك ربي على يدي انت جيت نروح اسمع راني في محلك انت دبر راسك ضيف ضيف انا ما دخل عليك في الكلمه اللي هو من الراي دبر راسك انا رايي نديرو خلاص يا خويا راني مستعد راك ما قول راه ما خليش يشربوا الزيت الزيت راه هنا صح نقص منه نقص من الحده نتاعو وهذا خايف يضرب كده في القاع يقول لك لا طبعا تشكي ماك نفتحوها صح الدين طيب تخير ولا لا يا خويا على حسب الريحه حسب الريحه انت خير انا شبعت من الريحه خلاص انا راني مره نحدث وتودي عود دير نصور دير نصور حطه لبر وخلي عليه دور بدر الدين عندك ساعه شوي كيما الطبخ اكتشفت واحد الحاجه احسن بشيء المعده شني احسن بشيء في معدتي الدغدغ يقول لك احد المشاهدين احسن احس بشيء في معدتي الدغدغ مصرني بعد مشاهدته المناظر ف كان دور اصبروا راني جايكم قال لك قال لك ساجد لله ساجد لله رضا اصبروا راني جايكم والو الحد محدوده حتى هو معليش حنا ارواح بارك ارواح بارك ارواح طعام الاثنين الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الاربعه والاربعه يكفي السته ارواح بارك سيدي خويا ما خافش من الظرف كاع ما خافش منه الحمد لله الحمد لله الوليشي اهلا وسهلا بكم عند الشيف حميتي لباس تقليدي راه الله يبارك ثاني
ما شاء الله حتى الله يبارك الحوايج تاعك كاع اللي شتي راه تعطيك عارف شجاعه لمسه وشجاعه كنت تمشي بلبسه تاع لبستك راه شجاعه احنا ما نعرفوش قيمتها كون تقول له كيما هذا انا نلبسوها ما يلبسوها كاين اللي تبع حوايج موجاكيتات اديداس يشريها ب 3 مليون نورمال 40 مليون كاين حتى 20 مليون حاجه كيما هذا نشري لك هذه خير تمشي رايه تاخذها برايه وهذه صح يا راه قربت ان شاء الله مالك حميتي راني نسالك مهراز زفيطي وطبسي دوبارا هذون نهارات راني ماركيلو هذايا هذا سجل لله رضا هذا واحد راه قول راك 110 راني ماركي راني ماركي اللي راه ميسير 110 110 مسنيش انا اللي ما انا ما نضل يحضر يا كل اللي ما حضرش انا شادي واحد بعد قالوا بالقلويش ما عاد يخلع ما تخافش يا ترى انا خويك نشوف عليك الله يعاون ذلك الله يعاون ربي يوفقك ان شاء الله ونتمنوا كاع الشباب تاع مسعد كاع ياخذوا حميدي والله كاع الحمد لله ربي عزني روح تجيبها يا تصمتوا عليا صمتوا عليا نفتح الصباح تقعد لي بالفلفل ما يقولكش لا يهربوا قال لك نفتح الباب الصباح مره يجيني واحد يا حمدي على احلاتني انا كاين حقاني قعدت اتعدى دار بارود عام قال لك انت اللي قلت لي اغدر قال لك انت اللي قلت لي فمك النهار اللي طلعت في البوطاجي ولا اي هي هي طلعت في البوطو اللي مسميك أيه طلعت في البطونة راه يخدم في السنة قاعدة أيه هاي قالك تري وعدتني أي وعدت وي وعدت وي عرفته واحد قالك درنا حصة على عدد الجبن الجبن أيه وخليل بن زرقين بدرو جبن سهل بدرو هات بن خالتك مهراس أمبورت استنى يا خويا استنى اهضر معاه المباشر قول له يا حميتي مهراسي ولا علي تجيبوه والله ما عنديش مشكل والله روح عليا للظهر روح راني نتعلم راه خلاص الله يصرف ربي يحفظك شكون شكون بسم الله هاك مشهودة هيا وحضر هاي راح تغير محل كبار وحضر المهراس تحياتنا لكم شيخ بلال الحميدي وبدر نعم كاينين واه بطلنا هذا هذا دبر راسك انا ما خاطر كاين هذا اها تخير بدر الدين هيا تخضر هذا الاكثر تقليدي هذا المهلاتي من فتحت نهار الاول عادي هذا الله يبارك الله يبارك فيك شحال خوه داه لواحد من عندي صمد عليا داه استعرب به علاش خاتو به؟ قال لي البرك تاع واحد راه مالك انا 50 جنيه ياكل عادي هذا تاع كاع تاع واحد ولا زوج والو هذا تاع زوج الواحد هذا تاع زوج وهذا تاع زوج وهذا تاع واحد وما بين تاع زوج وتاع زوج هذا يهز اكثر هذا غير هذا هذا ما ندير هاي اخزر أخزر الطلقة يلعب دور كبير صح هذا أكثر والله قال راه تيكون ناخذ دوك تشوف هنا في زوج طرح عليا ما راح لك شيء يدير راه لك 100 عباد 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 100 عباد
تروح له قول صباحي نجيك خلاص يا شيخ حتى نجي نشري هذا مكان هذه مهواه لا انت تروح له مهراس كبير مهراسكي اه الله يبارك هذو ثلاث مهاري مهراس حي المجيد والله هذا اي قال لي ما تدير مره هذاك المجيد يا ريال هذا ما عطاه السيد القهراء اه يتعب الخدمه تاعو هو شد هذا الاخر خبز هذا انا نجي الصباح لليل ومرات نقول اكو امرش نضحك نظافة ولا أهمية كبيرة أهم الله يبارك بتعز خدمتك نظام أصلا زدت عشقها والله يبارك كنت تدخل في تجي تفيش بس تاكل خدمتك زينة ومتصلي في روحك وعاطي لها ضربتها أصلا كي تجي زي الساهل يقول ها كلش مريض بيع الناس تغزك على عنقة مو عمل الله يبارك صح إذا سلمني على فرحات زرويلي اي راه يسلم عليك في الخدمه دروك يسلم عليك ان شاء الله سالي بخير الاهلي يا فرحه راني حالف فيك ارواح يا فرحه راني حالف فيك يا فرحه راني حالف فيك خلاص وصلت الرساله اي واللي يجيب لي فرحه هنا نكريه نكريه يشهو يشتي اه يشتي حاضر حاضر عليا جيبوا عليا وعد كلمه يا شيخ فرحات بدنا تروح له دهميني بنت جيبوا عليا يا قبل الاول هذاك خلاص انا مسألة الاخيره الشيخ خلاص بسم الله ملي طفات خلاص بعدها بدات ما تخافش حاجه انت خويا نقول لك تصبح على خير سنة ديني معاك عندك توصيل كي تعزوج ما عليش مش مشكل انا هي اللي شاريها لو كان مشكل بسم الله اش ما فيه نعاونك والله خلاص يا بدر الدين نقعد انا نقعد مساميه الريح خلاص كي تقعد ساميه يا بدر يا خويا رانا معاك انا الريح وجدك المقال ولا المقروح عليه يديروا واحد طبعا تقليديه وشي تقليديه اكله تقليديه باك انت كنت بنا كلش مع لها حتى البنا تاع حطب وكاين اي الله يحيى عزو يحيى عزو قال كان جايك انايا وحمد ماشي حتى واحد ماشي والو والليله والو والو مسكرين باب مفتوح خليل بن زرقين قال لك بن فضلك سعر الخدمه التوصيل بارك الله فيك كاين حميتي كاين توصيل للبيت بالنسبه لهذ الاكله دي والو ما كاينش كاين واحد مربوط وما ثاني دور يخدم على روحو يقدر يتواصل معاك ويجي يخدم عاد يجي هو يدير يجي روحو ولا موطو قال قايدو يدور عادي نورمال قاعد براش الله يسهل عليه انا نعطي له باي وقال كنا لا نعطي له حقه خلاص هو يكون هنا كاش واحد مش معطي الموطو قاعد انا المجال تاع انا المجال تاع الخدمه اي واحد يفتح حاجه ونروح ندير حقه الدول المتقدمه وين خلاص قال لك الاخ فرعات اسمع قال لك الاخ فرعات ربي يبارك فيك اخي حميتي وربي يعطيك ما تتمنى والله لي الشرف ان اكون معك وحاضرا وسازورك قريبا ان شاء الله ان شاء الله لقد اشتقنا لك ولحديثك الطيب ان شاء الله بصح يا فرعات دهمي بدر الدين وروح معاه ترحم مادي وكثر خير وهو ماش قابلها منه دوروهوش خلاص اخطات انا كيجي هو خلاص وعدك في بدر الدين هاي ها باين اللي دو عليه بسم الله بسم الله انا بدينا هاي باه تعود سخونه خاطرك تعود سخونه هذه هي ضربه طلوع ولا شنو رخساس رخساس كاين اللي يقولها رطيع كاين اللي ما يعرفهاش الرخساس كاين اللي ما يعرفوش بارو هي الفطير هي نوع الكسر تاع القهاوي نعطيك باختصار كاين اللي يديروها فطير واللي ما يعرفهاش كاع وتتخلطوا يروح للفلام تاع بكري تاع الثوره
اللي يطيبوا بها هذيك كيشوفوا عاد تلفزيون هذيك هذيك يسموها عاد زوج اسماء القليط انا عارف الرخساس وفطر وكان يقول لها قليطه حاجه ولا باه كاين كاين اللي يقولوا لها القليط كاين اللي يديروها يابسه شويه يابسه تعود تدق تخدم برا اي وكاين اللي يديروها كيما هكا خير اي مش هذا لا هذا لا هذه لا هذون هذا الزوج زوج بهاريس هاك جات هذه العصه اه الزلون اه الحمد لله كيما هذاك يزغل قطعه ثاني هاي سما خلاص انا احنا اللي خدمنا على روحنا اي ما دبر راه زين يا ترى عاود لك شارشي شارشي راك بيجي تاع راك يجيك الهي وشارحك هاك ذاك ثاني هذون ياك هذون ولي شوف لي غلط تيقولها انا معلش لا لا نصيحه مش نصيحه قال ابويا كاش نصيحه كاش ملاحظه كاش اللي عنده ملاحظه اللي عنده حاجه يقولها انا معلش الملاحظة باينة وشني؟ الملاحظة الناس قاعد عارف طبخ وشني؟ ثلاثة كيلو فلفل هذه الملاحظة يقول لك نقص لا لا الناس تشتي الفلفل يقول لك نقص عكس انت ما تشتيش الفلفل قالوا شيء عن حده طلبة هذه كيلو رايس بصح الحرارة هذه جاي احنا نتابعوا دوك اخر اللمسات الأخيرة نشوفوا اللمسات الأخيرة لا كيفاش راح هي وين تروح هذه وجه في كل بلاصه ونخدم عادي بسم الله نجيك بلا سي بلا من هي هي قال لك قال لك بن عياش نجيك تعلمني بن عياش والو ما نعلموش ما نعلموش كاع والو مالك علاه بن عياش جاني وسقساني عندها عام قال يا حميتي دور نتعلم الجبن. الجبن. اي. الجبن. كي قال لي فرحت. فرحت. علاه فرحت؟ كي تعلم عندك اجر. نوري له في البرودوي. تاع الجبن. يجي كيما هاك كيما هاك. صح. انا نقول له ديال البرودوي. هذا. عام وانا نقول له هو يروح للجهه عاجبني ذاك انا نقول له ديال ذاك. قلت له يا بن عياش. دور تخدم الجبن وانت تفتح حانوت قال لي اي انا قلت له هاو عندي جبن من عندي عندي الماتريال من عندي عول ونجيب لك ونخدم لك وبيع اللي تباعت هاك غير صالحه اللي تفسد لك عليا انا واش نزيدو ما نزيدو هذه هي هو هاو هذه هي جبنك عاد راه فيه واحد الميزه زينه في الجبن جديد تبيعو قديم تبيعو كيما الكومونبير صح الكومونبير عم يديرو له برودوي تخدم به وتهز روحك كون بطلو بالعافية بصح الجبن كي يخدم وتاكلو صحة حتى وتبطلو تبقى كيما راك انا كنت نخدم وناكل فيه يا الله يبارك بسم الله يا رب بسم الله والله ندير هذا المهم
مره فيك سيدي. هذا الوحيد هون. مركوش يد روحك الشعب واحد يقول لك قضب قضب يا اخوي انا يزج حوايجنا بحكي به كان يهديت اقوله انا كنا نقدر فرحات راه يجيك عاصم اكو تجيب لي واحد يجي لي يجيب معاه فرحاته وش يطلب ندير له غوستو اه خلاص يقعد يقول لي دير لي راح يجيب لي نافحتي بال في اللحم تاع جدي وعود راه وراه نجيبو له خاطرش فرحات نشتيه ونشتيه قديمه حبو قديم حبو قديم اخويا بنقولو تحيه كاع ان شاء الله من اوكلا دوكا يتابع فيك على المباشر والله قال لك راني شبعت قبل من المباشر فعلا يتطلب وقت ويتعب التحضير تعب صحيح هبل يهبل 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 هنا خاي مولاه يهبل بدر الدين راه خلع الشيخ عمي بدر الدين راه خلع هاني قلت له راه جابك ربي ندور عليك يا بدر الدين قلت لي هارب نهرب ليه انت ما بيتش اي اللي تخاف منه هرب ليه ما بيتش يا بدر قالوا هبويتك بلا ما يدقش ياسر بال على حساب الكسره كاين اللي يدقو ياسر وكاين اللي ما يدقوش ياسر اللي يدقو ياسر تعود ممكن الطياب تاع الكسره مش كيف كيف الكسره ياسر اي الكسره مش كيف كيف كاين طياب كتجيك الكسره حتى وكطيب قات تبرد ثم تيبس فهمتها وكاين كتعود طايبه زين حتى كتطلينها يلينها فهمني معناها قاعد تحطها يشرب لاصوص ثم تفتح الروح خلاص يا سي على خبرتي مانيش عارف ناس اخرى ها كل واحد وطريقته كل واحد وكفى طريقه تاعو يخدم كبرتي كبر زيت هنا ها الزيت هنا الزيت نوريك الزيت كيف صار ها عليك معاك دوك صار 600 بيت زيت 40 طبيعي يا صحه الله يبارك مش طبيعي الله يبارك صحه الله يبارك لي عارف قيمته ما كانش قدو لي نجم ولي نجم راه كاين اللي ما ينجمش كيما تنجموش الحرور ما ينجمش الحرور كي تنح الحرور تلقى فتاك حوايج طبيعي الكسره ما فيها لا خمره لا والو حوايج طبيعي سهله كاع صح قال لك عمتي هذه اللي تهمت عليها يا قال لك بدر الدين هذه اللي قلت لك هنا نحل فلفل شتا بويا دوا قال نحل فلفل وغلاط بدر الدين كذب على الفلفل نوع معليش زوج انواع معليش ثلاث انواع وتزيد مزوم ربعة يا صاحبي ذا ولا صاص مخدوم بهري ليه اه شكيما هاي شيف حميدي قال لك الاخ فرحات قال لك لو استدعاتك احد مطاعم العاصمه او اي مكان اخر تلبي النداء ربي ان شاء الله مانيش خارج بن مسعد ربي ان شاء الله اول حاجه نقولها لك إيه هو قالوا بدر الدين والو والو انا ما نقولكش هاو عاد يكون راس وهاو فيه من وامر وندير لك تليفون تسمع واحد من جره اموش انا في جره رحت الوهران الصيف اللي فات ملي خرجت من الحاله رحت الوهران انا كي هبط تما ما نقولكش الناس مش كيف كيف انا كي روحت الناس تروح تحوس انا قاعد هبط رحت ندور على حانوت
الاخ حماده قال لك تخدم الدوباره ولا والو؟ نخدم هي دابا الحانوت في وهران. دوباره تكلاقى الصباح ولا باطح حماده؟ دوباره تكلاقى الصباح ولا؟ هي تكلاقى الصباح. بصح حنا ما ناكلوهاش الصباح. اي وقت؟ هي تكل الصباح في بسكره وذوك البلايص مع 6 تاع الصباح ورقله وتقعد الناس تنوض الصباح وتخدم طاك تي في. هنا نذوقها مع 9 العصر. معناها نقدر ياكلها؟ لا ياكلها العصر 11 حتى اللي قاعد انا باسم على جال المشتريه والشباب نقعد لها 12 تاع الليل. انا كاين نوض بكري كملها بكري. كل باسه وكفاه تبعها. معناها انا على حساب المنطقه هذه تقدر دير نداء. الناس اللي راهي مش تنوض بكري. شو يقولون؟ الناس اللي مش تنوض بكري هم تفرن في روايحات. الله صحيح. حرف الله هم تفرن في روايحات. اللي ناض بكري يقدر صوالحه. البكرة فيها البركة وشنو هي؟ الصحة وكلش قاع. الباكور راه فيه بركة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. خدمة تاع الصباح زينة. وشريفة. خدمة تخدم بالمزية وما نقعدش. جاني واحد قال لي يلاه الحاج قلت له والو حاج مسعود اي افتح ثم ما بيتش نروح خاطرش نخدم في الزحويج انا نخدم في خدمه نعشق فيها ورزقي يلحقني سبحانه اللي عاطيها لي ربي ولا ينديها هنا ولا في الفلوس ولا في الفيض ولا في اي بلاصه كاع اللي كانت بدك تلحق معناها وين تريح قالك الاخ فرحات هل يستطيع حميتي ان ينقل خبرته لبعض الشباب في تعليمهم ومساعدته ممكن ما ممكن ذلك ممكن عادي اكيد جوج وراه مصباح قالها قبيله قالك يجوني نعلم سر المهنه وكذا وراه متعلم اليوم داو الدار يتبع اليوم ما تعلم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يتعلموا وتعود عمار البلاد ان شاء الله يا رب خاطرش وين تكثر المنتوج تكثر الخدمه صح يعود الناس قاعد تخدم راه العكس فكره الخليفه قال لك وشحال راه يحسب في المهرات ها نجي فعلا هضره الصباح هضره الصباح ما عندناش كاين اللي يشتي السماء وكاين اللي ما يشتيش لا اي كل واحد شي يشتي هذا هي دقيقه باك نقلب في ديك الدهرس وشك بسم الله لما جيت ساكي لك النهرس هذاك بعدك بوفي هذا قبل الخالي الله يبارك ما شاء الله الرائحة ثابتة ما شاء الله بالنسبة للسعر راه ما يقدرش يقول ما يقدرش ما يقدرش يدير السعر على المباشر لأن السعر عملية تنافسية ماهيش ما يقدرش لازم كي تجي تفاهم معاه كاين مهراز عندك المهارس كاين تاع زوج كاين تاع واحد كاين انت واش تطلب والله كاسي بدر الدين هذاك في وشك بسم الله هذا هذا مهرز سموه مهرز بدر الدين هذا بدر الدين والهضره راه كنت فيها حبيبي خويا الهضره مقرف هضره سلقومة احلى لك بدر الدين بدر الدين بكري نقول لك نعزك الله يعزك والله انا كذبت الله يعزك خلاص ما تلعبليش انا كل عز يا بدر الدين تعزو تقبضو بزفيط زين ما تجيش يا سروال
كيجيك الاخبار عاد تهلا فيه فرحان بالناس الخدمه والديك شويه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الا عطاني ربي يصحى ولعافيه ان شاء الله والله مقلط لك يا صاحبي تهيا خلاص هذه ربي الله يرحمه 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 ويا سي بلال وعبد الملك كاع ما هدرش واقيلا كاع على خلع الا كان يرضى فينا يا عبد الملك ما تخافش نحترمك وانت اللي قابل عظيم بشوي بشوي يسال راه يسقسي في فرعات المباشر قال لك هل تستطيع ان تسال الشيف حبيتي عن كثره الفلافل هل هي لازمه او يمكن التقليل وهل له تداعيات فيما بعد وهل هناك حليب لمعالجه التهاب الفلفل كاين شنين الله يجيب الزين ان شاء الله بصحة العافية. بس الفرع على حسب المشتري والله شنو يا حمدي؟ يا ودي الفلفل له زين. لا 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 كان يقول لك المشتري نقص لي الفلفل نقص له الفلفل. نقص هي عاد انا ذوك يجوني هنا يعاون يقول لي ما ديرلوش حار. ما ديرلوش حار. ما ديرلوش حار. وجوني كيما الباع وحده كانت عندي في القايله يا ودي قلت لها لا قلت لها قابل قلت لها ديري حار انا واش ندير هي قالت ديري حار ديري حار دير حار اي ما كانش كاع حار ونص حار ربع حار كاين كاين حسب ما يطلب المشتري والباع اخرين كلاو عادي من القارع ويجي كلاو عادي ولا اخي عادوا خارج يقول لي قلت شي ناكل طلعت من موراه قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله حرور ياسر والله والله عادي قلت نورت الواحد قلت له باع في الزبيتي قال لي ما نروحش ناكل هذاك تاعي ايوا الله يبارك حتى السيد اللي بعثوا ليه يطيب زين الله يبارك تعلم معايا هنا كان يخدم معايا في الحانوت يطيب صلاه النبي الله يبارك معامله اخلاق صلاه النبي الله يبارك هو مش من هنا ومن هنا ارض ربي قاعد هنا هو متسمسيد وفاتح حنا في فاطمات يكثر خيره يكثر خيره يكثر خيره المختار معمر كانوا يخدموا معايا لتحت هذوك اي رجاله بمعنى الكلمه الله يبارك مهرج مجيد جيب لي المهرج الاخر ذاك باه نقلبوا بعضاتهم ما تخافش ابدا تغيروا لي طولت لك ابدا اسمع يا هاد المهرس اللي قلبهم على بعضها ما هذه اول مره نسمعها انا هذيك اش حيه هذا سر اي قلت لك هذه حاجه جديده وانا قاعد نكسب المهرس نكسب هذا في السادس ذاك صغير هذا هو المهرس حاجه ديال السيد انا كي يجي داخل قصد يا الله انا يعد تحس بالسخانه ها سخانه قاعد حلو يا خويا بدات السخانه بروح تطلق خلاص المهرس لازم يدق فهميها كيما ذكية تعمر المهرس كيما هذا لازم نقص فيه باه ندق زين الله يبارك شيخ مجيد هرواح هذا المقطع طويل يا شيخ مجيد بارك الله فيك مجيد هرواح منيش دواء تعلم تعلم زين كلشي تعب وكلشي حلو صح هسه كل ما تعبش ما تريحش الخدمه اللي تعبك في النهار ترقد في الليل عليه يقولوا بعد التعب راحه اي بعد التعب راح انت كي نكمل كيما هكا نروح مرات نرقد هنا نقول الساعه نقيت يعني ريحت قال تكر فاطمه مره نفطر مع الزوج تاعي اللي هبط للدار مره مع 12 بصح زينه انا هذي تلاقينا لا لا هذا هو الحرور يدير مش الحرور الخدمه الخدمه لا لا ثاني الريحه راه الحرور ثاني ما عاد ما تقول فيه راه يذهب لك الربع الطويله هذا كي هذا انا اللي جيبها لي مريقله وهل له تداعيات فيما بعد نعم له تداعيات
أنا أشرح في مكان حميتي. أولا يجب أن تشرب بعده اللبن أو تأكل التمر. تمر نعم التمر يمتص ذيك الحرارة والوسمة هو واللبن، فلا يكون هناك تداعيات. وإذا شربت بعده الماء البارد فستبيت قاعدا. إذا كان عندك ماش قدوة أما درابوه أنا دورت أقول وشرب والله أنا عكس اللي عنده ماش اللي عارفها قيمتوها اللي عنده ماش الدواء يا قولي ما هدوك واللي قاعد في كريسي ويصنع في سبيطات وش يدير ذاك اللي يقولوا صعب وحمي حميتي. أنا أخاف الفلفل جدا. أنا أكل أنا كنت بقري ناكل فلفل من في البحر عندنا من مديرك من 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 نتاعو من النبتة نتاعو علمنا الشيخ ناكلوه ديرك تخضر مباشرة. مين كان واخد كنا شباب ساعتها قاعد كبروا كانت البحيرة الله كانت عندنا في الشوشة هنا هاي كل خبز كاين الطماطيش كاين الفلفل كاين البصلة كاين أشبعوا روح. ويحكي لي واحد يحكي لي قصة صارت مع الشيخ نتاعنا الله يرحمه ديك النهار يحكي لي فيها السيد هذا راه جان شوية كبير شوية قال لي جا الشيخ داخل لقاني فوق الصجرة ناكل مش عارف شنو الصجرة ذيك قال لي خزاني لقاني ناكل في الصجرة ذيك قال لي واشبع وكي تهبط نحد هيا قال لي كي هبط شبع عاد قال لي هبط قال لي حط لي المرقة والكسلة قال لي تقدى تقديت قال لي وقالوا روح لا روح اقدروك. وقصة يحكي لي واحد قال لي جيت عقب عليهم وقت الرمان قال لي جيت عقب على الباحلة نقذر في الخدام يخدم في الرمان الفوق قال لي قلت لهم صباح الخير عليكم قال لي وعقبت قال له قال لي الشيخ قال الخدام ذوينا قال له واحد عقب سلموا قال له قال له اعطي له سهم من الرمان الله الله عقب برك عقب كانت البركة وكانت البركة في بلادك وقتها كانت حاجة انا نشفى ساقي دمد والساقي اللي عاد القنطرة والقنطرة الله نزاشت لي كاو تحت القنطرة نشوف لهذاك الوقت معناها 98 97 كي كنت تروح البحر قعدت عاقب تلقى السجر العراجين خارجين في السقي تاكل وتدي وكانت البركة بكره تلقاه ممكن اقرب الناس اليه كاع تلقى عنده بحر قدام من القطار كثرة البحر كاريها كريها ريحها يزا ومن بعد تروح حتى خويك ولا ابن عمك ولا جارك ها هو الباقي على ربي كل ما تمد كل ما تجي كل ما تمد اهدي رزقها مش دراهم ذريه حلايليه بركه بركه في الرزق هي بركه صحه حتى كيطيب المشمش كيطيب المشمش يجيبوا كاجو ولا زي يحطوه عند الام في الحوش تبدا بالجيران قبل الله الله فواكه الجيران قبل كي يخرج الجيران من بعد يخرج للصوب سبحان الله كانت فيه بركه كبيره وجدوه قبل الدين خلاص وجده خلاص مهنا الريحه صحراني قوم قوم قدرجني ما عاد كنت روح درك ما تقوم درك تاكل تاكل درك اسمع ما كل ما قلت درك جيت تقاوم لا تقول ماكش خار نتكملوا قالك عمي خلاص انا نبغى بالبنه نعطيك من راي حتى وعود مش مريق راني نقولها مريق باقا قول الصح انا ما نزعش والو قول له اسمع نقول الحق والحقيقه كما هي هاي ودي خايف نقول الحقيقه ما يجيك حتى واحد ايه اللي بعثها لي ربي والله من حالي واحد صحيح سبحان الله نقول لك انا صدقت نعم هاي اللي بعثها لي ربي والله قد يجي سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب نويت قبل واحد النية جاني دواء عزفيتي قلت له روح اطلع لفوق حاجة وكان قاعد هنا قال لي وين قلت له يا ودي راه قاعد لفوق فاتح كذا وش كاين
خزاني يضحك قلت له وش كان يروح للفوق بصح نفحت لي عادك تاني ما قال لي قال لي عدو زين بصح قال لي نفحت لي عادك تاني أبعد صح كنت فرج الفيديو ما يجيش ما يجيش لأنواع التعب له اللي قال وراك راح يعود يضحك هذاك تعب هذا وانت عاوز تسمعها بدردينا يعطي لو تشوف خلاص اي اي حطه هنا ولا بعد شد العود يطيح عاود لك في الزيت بدردين باه ونزل سعودي نزيت انا الموسم الدار شد مهناش كل حطه هنا في الحفره نروح الحفره قبل حيث بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا الله يا صلاة النبي اللي بين راسي من جماعة كي تعودوا تاكلوا في الزفيطي بلا كمل من البر هاي قالك قالها خلاص انا وكل ما يضحكش الحليب انا ما ناكل يا ودي ذوق بدر دين قبل ذوق مغرف وانه واعطينا رايك البنا بسم الله بسم الله بسم الله الحرور بان ندو شهاده شهاده حيه شهاده حيه عادي نتقبلها عادي نقول لك نتقبلها تقبل تقبل لا ما تقبل تقبل لا على بصائر حقيقه قول ذوق زيد ذوق زيدنا مقرف اخرى احسن هذه الاولى راه ما هذه راه تبينش ما تبينش الثالثه بعد بان الله يبارك ما شاء الله بنا ربي يحفظك هديتك ان شاء الله امين يا ربي وربي يحفظك امين يا ربي والله خاتم الله يبارك الله يريحك الله يبارك ان شاء الله اذا هنا يا اعزائي المشاهدين ها هو راه هذا هذا اسمه المهرس تاع الزفيطي ها هو راه ما شاء الله وراكم سمعتوا الاخ بدر الدين او ضاق المهرس سيد مقرف غرا واعطينا رايك باه ناكدوا للساده المشاهدين نوعيه ونكهه هذه الاكله الاكله هذه حتى مانيش اختصاصي في صح الله يبارك لا راك راك تحس النوعيه والجوده والله يبارك سلاسه الحرور الله يبارك ثاني مش قاطع حتى وقت تلقى خطا صح مش قاطع ما معناه ما قدروش يس مش ما قدروش الطياب نتاعو الله يبارك قلت لي ودي اصلا الحرور هذا كل ما تخدم تزيد تاول الله يبارك ما شاء الله والله الله يبارك انا ولك علاه انا ندورك تقول لي انت وتنصحني انت دوك تنصحني وتقول لي خير من قدوه الا كان معايا يجي واحد ياكل وما عليك ابوي ما عجبنيش هي النصيحه خليها من بعد خليها لان حنايا على هذيكم شفتوا الاعزائي المشاهدين هاكم شفتوا تحضير هذه الاكله الزفيطي عند الشيف حميتي في محل الشيف حميتي المقابل لبنك الفلاحه والتنميه الريفيه راه مسمى قرب مقر البلديه مسعد الشيف حميتي كلمه اخيره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهدي تحياتي لكل متفرجين في قناة سي بلال الله يحفظك إن شاء الله إن شاء الله ونهدي تحياتي اللي راهم يتفرجوا وإن شاء الله عاونونا بالدعاء الله يرحمك أنا عليا الخدمة أنني في خدمة تاع جهاد في خدمة أي واحد أي مواطن في أي وقت ما عادش مشاريع أن يعني الخدمة تاع الحلال نخدمها. الله يبارك ربي. وأي واحد اللي كان يجيني دوك طفل صغير وينصحني ويعود خير مني في الراي نسمعوا. أنا نتمنى هالشبيبة إن شاء الله تخدم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. كاين واحد واحد الفكرة ما يقولكش العبد أنني ما نعرفش نخدم. تتعلم. ما يقولكش واحد أني ضايع ما نفتحش. نخدم الضايع يسقم. صح كاين اللي ضايع تاع نوم حالك متوقع في النوم في فيسبوك واش من نتيجه ما كاينش نتيجه بصح كي اكتيفي تدخلوا الدراهم تدخلوا الخدمه تحلالو صح اي واحد افكر تعيش افكر تعيش افكر تعيش هذه نظريه جديده الله يبارك افكر تعيش وانا كل ما نطور ان شاء الله انا متمني قادر ندير ماذا بيا ندير 20 خدام نديرهم مع خاوتي ما نديرهمش خدامين نديرهم خاوتي صح اني ناكل وياكل صح
انا المشروع تاعي راه كبير، انا كون ربي ان شاء الله يثبتني ان شاء الله المشروع تاعي هذا قادر نديرو مادام في وقت انا فيه الله يبارك فيه كل خير، وفي نفس الوقت الله يبارك على ولايه مسعد ان شاء الله مستقبل ان شاء الله. انا ماذا بيا نفتخر ونقول نتمنى نفتح خيمه في طريق كي يجي الوزير يقول ندهمي خيمه ولاد داير من هذه الصحراء، نفتخر بها ونلحق لها ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ونخدم معايا كيما نشتي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اذا ان شاء الله يا رب يحفظك ان شاء الله، ربي يوفقك، وان شاء الله ما راكم شفتوا كيفاش تحضر اكله زفيطي عند الشيف حبيتي. عارف العنوان وين، وكل ما تطلب ما تطلبونه عند الشيف حميتي تلقوه ان شاء الله. الدبارة، الزفيطي، الشاي، الكاوكاو، المسمن، البقلاوه، اللي حاب اللي شاف فيها من حاجه كيما طعام ذكي. انا كي نقول لك طعام يعني طعام، كي نقول لك طعام يعني طعام، طعام البريولي كيما يقولوا، كي نقول لك طعام يعني طعام اعرض واش تشتي، المختومه، الشخشوخه، نثبت لك الطعام والشخشوخه الشخشوخه يعني. كي نقول لك اعرض واش تشتي وروح يعني تجي تلقاه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ويتدا نديرها ان شاء الله، نديروها الخميس والجمعه طعام، يعود بالخميس والجمعه نقسم روحي على الف حاجه. صح صح، نخدم الخميس والجمعه ندير طعام ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. حمديكم كثر خيركم، ربي يحفظكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، سعدنا في هذه الليله بلقاء الاخ بدر الدين كذلك الشيخ حميتي وعبد المجيد. ان شاء الله الا كنا من الحيين قدوة رانا في الغرفه في مركز تثمين البهارات بحي القدس ان شاء الله، من التاسعه معرض تقليدي، اللي حاب يجي يشوف التقاليد تاعنا، تقاليد المنطقه والمبدعين في مسعد، اهلا وسهلا بكم، ومفتوح للجميع. وماذا بينا اللي عنده حرفه، حتى ما عندوش ديبلوم ولا حاجه وعنده حرفه، وحتى وعديها هوايه، ماذا بينا ثاني يجي باش نعم. يشوفوا واش راه كاين واش راه، ومن بعد ان شاء الله راه تعود فيها خير ان شاء الله. اذا على انغامي مسعد ولايه ان شاء الله، ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.